السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في اللقاء الرابع في الذكاء الاصطناعي والبرمجة. طيب احنا اتكلمنا أكتر من مرة على موضوع التعلم الآلي، وقلنا إن احنا ممكن نعلم الآلة بأكتر من طريقة. في ممكن نعلمه من خلال إن أنا سوبرفايزد، إن أنا بشرح له كل حاجة وأقول له ده مثلا قطة، ده كلب، ده تفاح، ده موز. والانسوبرفايزد ان انا بديله الداتا وهو يبدا يوجد الصفات المشتركه ويبدا يتعرف على الحاجات مع نفسه. فهنشوف مثال عملي على فكره ان انا اعلمه حاجه. ده موقع تبع جوجل، تكنيكال ماشين، تيتشيبل ماشين. طيب هنبدا نشوفه مع بعض، بس خلينا نشوف الفيديو. هي الفكره ان انا اديله حاجه صور مثلا 10 مرات، ممكن مثلا يكون عندي لعبتين، فصور لعبه مره كتير وصور لعبه تانيه كتير واقول له دي اللعبه الف ودي اللعبه ب، وهو يبدا ان هو يفرق بينهم. طيب خلينا نشوف كده. انا صورت مثلا الكوبايه، وممكن اصور مثلا كوبايه تانية فيها عصير مثلا فيها قهوه، وهو يبدا ان هو يتعرف عليها، او ان انا ارسم له حاجه ويبدا يشوفها. تمام، ابص لفوق ببص لتحت، ان انا مثلا لابس ماسك او مش لابس ماسك، الحركه نفسها. ممكن لو انا بعمل حركه صح يبدا يقول لي الحركه دي مظبوطه، اول حركه غلط يبدا يقول لي خلي بالك الحركه فيها مشكله. تمام، ممكن يبدا يتعرف على الفاكهه، ممكن يتعرف على الموسيقى مثلا، ممكن يتعرف هل الجو الشمس ظاهره ولا مش ظاهره. هنعمل الموضوع ده مع بعض. تمام، بيقول لك ان هي ممكن تشوف الكود ده بالجافا سكريبت او تنسر فلو دوت جافا سكريبت او تشابول ماشين. طيب انا هقول له دلوقتي افتح لي التجربه ديت ونعملها ان شاء الله مع بعض. الموضوع هتلاقي سهل جدا وبسيط. هقول له جيت ستارت. ممكن ترفع له صور، يكون مثلا عندك صور لمبنى معين وصور تاني لمبنى تاني، او صور للعبتين. ممكن تخليه يفرق بين مازنجر وجراندايزر مثلا. تمام، فانا اقول له، بيقول لي انت عايز مشروع خاص بالصور ولا مشروع خاص بالصوت ولا مشروع خاص بالحركه. طيب هختار الصوت دلوقتي واقول له ستاندرد ابلود. هبدا ارفع صور، انا عندي كميه صور كتيره قوي خاصه بالقطط وخاصه بالكلاب، مجمعهم عشان تجرب زي كده لما يكون في برنامج او موقع جديد بجرب من خلال كده. طيب خليني اقول له ان دي خاصه بالسمايل، واحد بيبتسم، وتسميها بالعربي عادي ما فيهاش مشكله. تمام، وفي هنا مثلا انجري. تمام، طيب هقول له بقى ايه، شغل الكاميرا. تمام، وهبدا بقى ايه اسجل. تمام، انا اديت 68 صورة وانا مبتسم. طيب تعالى بقى نصور وانا غضبان. طيب اديته 115 صورة، كل ما بتدير صور اكتر كل ما بتعرف اكتر. تمام، وبعد كده ادربه وبيشوف ايه الحاجات المشتركة، ايه الفرق بين الصورة دي والصورة دي، ايه الفرق بين الصورة دي والصورة دي، ايه الحاجات المشتركة بين المجموعة اللي فوق وايه الحاجات المشتركة بين المجموعة اللي تحت. فهو دلوقتي بيتدرب، وممكن تدخل الادفانسد هنا تشوف الاعداد، وممكن تضيف كلاس تاني، يعني ممكن تضحك وتبتسم وبتعيط ومتفائل، فتقدر تضيف اكتر من حاجه. طب ايه الغرض من كده؟ بعد كده ممكن تشغل الكاميرا وهو يفهم اوتوماتيك اذا كنت انت مبتسم ولا مش مبتسم. فممكن تدرب الكاميرا بتاعت كاميرا المراقبة CCTV، لو انا ببتسم او مش ببتسم يبدا يخلي باله. طيب بص هنا بيقول لي ايه، انت ممكن تصدر الاكسبورت مود ده لبرامج متخصصه، هنشوف مع بعض. طيب دلوقتي مثلا انا هبتسم، شفت اول ما كشرت بدا يجيب انجري. تمام، فبدا يفهم. تمام، ممكن تعكس الكاميرا، خدت بالك اول ما وشي بيبان عليه الغضب فبيبدا يقول ان انا انجري، انما لما اكون مبتسم يبدا ان هو يفهم. التجارب دي انا كده دربته النهارده
دلوقتي حالا في 5 دقايق دول انا دربت الذكاء الاصطناعي على حاجه ما كانش متدرب عليها، تمام؟ او ما كانش اتدرب عليها. مثال بسيط، كل مره بيتدرب بيكتشف معلومه اكتر. وضحت الموضوع؟ فممكن بعد كده ايه، كل الفواكه اللي في الدنيا، كل انواع الموز، كل انواع كل حاجه يبدا ان هو يشوفها، بحيث لو جبت له صوره كبيره تقدر تقول له صفها لي، فيقول لك خلي بالك ده دي فيها موز وفيها تفاح وفيها كذا. لو صورت الثلاجه عندك، دي انا عملت التجربه دي، صورت الحاجات في الثلاجه وقلت له الحاجات دي ايه، دي اللي موجوده، ومش هنزل دلوقتي الساعه 12 دلوقتي، ايه الاكلات اللي ممكن اعملها بالحاجات اللي عندي؟ اه ينفع عندك مثلا طماطم وخيار وتقدر تعمل سلطه، عندك كذا وكذا فتقدر تعمل، وهكذا. وضحت الصوره؟ طبعا هنا ممكن تقول له فايل، ترفع صوره وهو يبدا ان هو يتعرف عليها. والموضوع ده ممكن ليه استخدامات كتير قوي. ده اسمه السمرا سي في، اللي هي الكاميرا فيجن، تمام؟ طيب خلينا في الكاميرا عشان ايه. فالكاميرا فيجن ممكن اديله ايه، صور كل الناس اللي تايهه، واقول له صور كل الناس اللي بروس لقاها، ويعني او الناس لقوها ومش عارفين مين دول، فيبدا هو يقول لي ده هو ده ده هو ده. فالموضوع ده مهم جدا. طيب فدي كده احنا ايه، شفنا مثال على التدريب، ان انا بدرب الذكاء الاصطناعي من غير اكواد ومن غير حاجه خالص. مع الوقت هنبدا ناخد ازاي نبرمجها بحاجه مثلا زي البيكتو بلوكس، تمام؟ في هنا ماشين ليرنينج، هناخد ازاي ان احنا نبرمجها واحده واحده، لكن لسه احنا ما خلصناش السكراتش، فهندخل في السكراتش وبعد كده نبدا نشوف القصه دي. طيب هنشوف مع بعض دلوقتي تطبيقين خاصين بالذكاء الاصطناعي حلوين قوي. اي اي كيدز اهو، فكرته حلوه وهوريها لك على الموبايل. ان انا عندي اصور كذا صفحه من الدرس بتاعي، يعني الدرس بتاع المدرسه، هصوره 5 6 صور وروح شايفه ايه، ارفع له الصوره دي، هو يفهم ويبدا يقول لي، يجيب لي اسئله على الموضوع. خلينا نجربها مع بعض ان شاء الله. اه طيب انا هقول له انا عايز اي اي كيدز، فبيقول لي ادخل بالحساب بتاعك. تمام، نقول لي بيقول لي ايه، ارفع بقى كام صوره كده لابا بالكاميرا، يعني اصور حاجه بالكاميرا، وهو يبدا يدور لي على الاسئله عنها. تمام، هقول له جاليري، ممكن ترفع له حاجه بالعربي بالانجليزي مش مشكله، تمام؟ ما هيفهم الاثنين. فخلينا نرفع له مثلا ديت، هو اللي هيديني سؤال، يعني هو هيتاكد ان انا فهمت الدرس ولا لا. انا مش بستخدم الذكاء الاصطناعي في الغش، تمام؟ بقول له ابعته للاي اي، فبياخد 5 ثواني كده ويبدا يجهز لي اسئله. بيقول لي السؤال الاول، مين اسم سلسله المحاضرات مثلا الخاصه بكده، مين البارتنر، المحاضره بتتكلم عن ايه. الانسر بقى يبدا يجيب لك اللي جابه، تمام؟ جذور عمر سليم، تمام؟ ده التاريخ بتاع المحاضره، النهارده يوم الجمعه الساعه 8:30 مساء. فدي نوع من انواع الذكاء الاصطناعي اللي مناسب للاطفال، ان هو يتاكد فهم الدرس ولا لا. الوردس دي بقى كلمات جديده مثلا اول مره اشوفها، فاساله مثلا يعني ايه كلمه فن مثلا، تمام؟ وهو بيبدا يشرحها لطفل مناسب لثمان سنين، ممكن تخليها 5 سنين، تمام؟ فتبدا تقول له مثلا عايز شرح اكتر، ويبدا يقولها لك بالصوت، ويبدا يعمل لك زي قاموس كده خاص بيك، تمام؟ دي مثلا الكلمات اللي انا سالت فيها قبل كده، ماشي؟ ريفيو المراجعات، كلمة فن لو انا فاكرها هقول له ريمبر، لو انا نسيتها هقول له فورجيت ريمبر، وهكذا. دي ريكورد الحاجات، وده المنيو بتلاقي فيه حاجات بقى ايه خاصة بمتابعة التعليم والاستخدامات وحاجات زي كده. طيب تعالى نشوف برضو تطبيق تاني، التطبيق ده برضو مناسب للأطفال الصغيرين. ده انجلش جرامر تشيك، ماشي؟ في ممكن ابلود يور رايتنج، ترفع الحاجه، ممكن تقول له اكتب لي حاجه مثلا. ماجيك شات، عارفين شات جي بي تي؟ تمام، ممكن تبدا تعمل معاه شات مناسب للاطفال. Hi Omar, I'm your friendly penguin guide. Let's dive into the world of English together. First,
can you tell me what you enjoy reading? Maybe we can start there. I like fun story. ممكن تقول له بقى انا عايز اشوف التكست بوكس ليرنينج، ممكن تقول له قول لي قصة او تيست مي. Hey Omar Saleem, here's a fun story for you. Fun story بقى يجيب. Following is a synonym for the word happy. A sad, B joyful, C D tired. Sad. تمام؟ فيبدأ يسألك أسئلة وتبدأ أنت إيه تتفاعل معاه. تمام؟ هتلاقي شات جي بي تي بس إيه مبسط شوية. تمام؟ وده صديق ليك تقدر ان انت تدردش معاه. تمام، وده الماجيك رايتنج. ممكن مثلا تعالى نرفع جاليري مثلا ديت، بيراجع بقى اذا كانت في اخطاء مثلا في الكتابة حاجات زي كده. بدأ يشوف ايه الكلمات اللي موجودة، الجرامر والسبيلنج ممتاز. تمام، ممكن نبدأ بقى نقرأ شوية قصص موجودة هنا. فده تطبيق ممتاز، ده يعني بدل الألعاب اللي بتتلعب دول ممكن يكونوا حاجات مسلية. ده التطبيق التاني هوت AI Kids و AI Magic. الاثنين دول حاولوا تسطبوهم لان هم مسلين ومفيدين ان شاء الله.